معنا، شرفتنا في صدى البلد، عرفنا بنا. ماريو، ماريو تاتو ارتست. عايزين نعرف ايه صيحات، احدث صيحات الموضه في التاتوهات السنه دي. بالنسبه للحواجب، احدث حاجه هي الميكرو بليدنج، او عباره انه بترسم شعرايه شعرايه، ده بيبان طبيعي جدا، بيقعد من 6 شهور لسنه اقصى حاجه. وبالنسبه لرسومات الجسم بتبقى رسومات برضو ال 3D، الشيدنج، الفراشات. بالنسبه للتاتو عموما ما فيش حاجه اسمها موضه، لان كل حد بيحب حاجه بيبقى عايز يعملها يعني. في بنسمع حاجات شائعه عن على السوشيال ميديا ان التاتو ممكن يسبب كانسر او كده، هل فعلا الكلام ده صحيح؟ بالنسبه المفروض اصلا كل اخبار التاتو الاوريجينالات كلها بتبقى معموله من مواد طبيعيه، ما بتاثرش خالص على الجلد. الكلام ده ممكن يبقى في لو حد بيستخدم حبر مش اوريجينال، ولازم برضو اللي بيعمل تاتو لازم يبص موضوع التعقيم، اهم حاجه مش بس الابره بس اللي هي تتغير قدام عينيه، الابره والتعقيم بتاع الاجهزه والسلوك والكلام، اي حاجه بتلمسه حتى الشازلونج اللي بيقعد عليه لازم يبقى معقم جدا، عشان الحاجات دي كلها بتنقل امراض. طيب احنا عايزين، انا دلوقتي عايز اعمل تاتو مثلا، وعايزاه بالنسبه ان انا مثلا محجبه، عايز اعمله في مكان ما يكونش يسبب لي مثلا احراج او يبقى واضح للناس، ايه الاماكن اللي بتبقى يعني الناس بتيجي تطلبها منك، انا عايز اعمل في المكان ده، ايه ابرز الاماكن يعني او اكتر الاماكن اللي الناس بتطلبها؟ بالنسبه للتاتو عموما اكتريه اللي بيجي يعمله بيعمل الدراعات والايدين، ويكتب كلمه، يكتب حرف، يكتب اسم، الكلام ده كله هو اشهر حاجه يعني في التاتو. طيب بالنسبه بقى للعرايس، العروسه تيجي تقول لك مثلا انا عايز اعمل تاتو حواجب او بتاع ده، ايه برضو الحاجات اللي اكتر بتطلبها العروس؟ ما انا بقول لحضرتك دلوقتي احنا كل شغلنا الميكرو بريدنج وال 3 دي بتاع الحواجب، عشان لما بعد كده هي تيجي تعمل ميك اب يبقى سهل ان هي تغير رسومات، تحط الالوان اللي هي عايزاها، وتعمل ميك اب بتاعتها براحتها. شرفتنا معنا في صدى البلد. ربنا يخليك، شكرا.